إجماع قد يعيد رسم المشهد السياسي برمته، أقره قانون الانتخابات المعدل الذي اضطر الكتل السياسية إلى الدخول بقوائم مفردة للتنافس في الانتخابات النيابية المزمع إجراؤها في نيسان المقبل، وهو ما فسر بتفكيك مؤقت للتحالفات الثلاث الكبيرة بأقطابها الشيعية والسنية أو الكردية. ساعد هذا القانون بكشف عورات التحالفات السياسية في العراق، أنها تحالفات لا تقوم على أساس من رؤية لبناء الدولة، إنما تقوم على أساس من السلطة وصولا لها وبقاء فيها. التحالف الوطني الذي يسمي رئيس الحكومة كما جرت العادة يعاني من خلافات عميقة منذ 4 سنوات جعلت كياناته السياسية تدخل ميدان الانتخابات بقوائم منفردة قد تجعل أيا منها بيضة القبان في تشكيل أو إعاقة تشكيل الحكومة المقبلة. لا زلنا نصر على أن رئاسة الوزراء المقبلة قد لا يقبل بها التيار الصدري، غير مقبلين عليها بصراحة، لكن نريد أن تكون رئاسة الوزراء لشخصية يقبلها العراقيين وتستطيع أن تقدم الخدمة. هذه المعادلة طالت القائمة العراقية بزعامة إياد علاوي التي انسلخت منها قائمة متحدون بزعامة رئيس البرلمان أسامة النجيفي، كما انفرط عقد التحالف الكردستاني إلى قوائم عدة، لكن قانون الانتخابات الجديد منح الأحزاب الصغيرة والليبراليين والمستقلين فرصة ذهبية لمعادلة نفوذ القوائم الكبيرة. الائتلافات الكبيرة التي تتقن ما ظهر وما بطن من ألاعيب السياسة تحايلت على قانون الانتخابات بلجوئها إلى تفكيك القائمة الأصلية إلى قوائم صغيرة تأتلف بعد الانتخابات لتشكيل الكتلة النيابية الأكبر التي تتحكم بتسمية رئيس الوزراء المقبل. طارق ماهر، سكاي نيوز عربية، بغداد.